يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من يقول إن الله تعالى يحفظك بفعل الأسباب ويحفظك بدون أن تفعل الأسباب، فمثلا نجاة إبراهيم عليه السلام من النار فإنه لم يفعل سببا للنجاة. سبحان الله، عمله يعني وإخلاصه ودعوته هذه ما هي بأسباب لنجاته من النار؟ هذا كلام ما تأمله السائل. إبراهيم ما حصل على نجاته من النار إلا بأعماله الصالحة وإخلاصه لله عز وجل وصبره على أذى قومه. نعم.